الراكعين. ثم قال الله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. الهمزة همزة استفهام، والمراد بالاستفهام الإنكار والتوبيخ. أتأمرون الناس بالبر، البر يطلق على السعة في الخير. على ماذا؟ السعة في الخير. وأهل العلم يقولون إن البر ثلاثة أقسام: بر في عبادة العبد لربه، في صلته بمن؟ بربه، وبر في معاملته للأقارب، وبر في معاملته للأجانب. ليس المقصود بالأجانب الأجانب دولة، وإنما الأجانب هنا مقابلها ماذا؟ الأقارب. فأنت تتعامل مع ربك، تتعامل مع أقاربك الذين وصاك الله بهم، الوالدين وآتي ذا القربى حقه، تتعامل مع غير قرابتك. فإن لزمت البر في الحالات الثلاث كنت تقيا حقا. قال الله: أتأمرون الناس بالبر. المراد بالناس هنا ضعفاء اليهود وعوامهم. ما المراد بالناس؟ ضعفاء اليهود وعوامهم. ما معنى الآية؟ قال بعض أهل العلم إن أحبار يهود كانوا يقولون للعامة سرا إن محمدا على الحق صلى الله عليه وسلم، لكنهم هم معشر الأحبار لا يؤمنون. فقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ليس المراد بقول الله عز وجل وتنسون أنفسكم النسيان المعروف، وإنما المراد بكلمة تنسون هنا الترك. ما المراد؟ الترك، لأن النسيان في الأصل أن الإنسان لا يؤاخذ عليه، وقد وقع من الأخيار. فقال الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. قال العلماء: ينبغي أن يعلم أن هذه الآية ليس المراد منها ذكر التحليل أو النهي أو التحريم، وإنما المراد تفضيع الأمر. ما المراد؟ تفضيع الأمر. لأن لو قلنا إن المراد التحريم فقط، يأتي أحد ويقول: أنا متلبس بمعصية فلا أستطيع أن أنهى الناس، ويبقى الناس لا يكاد ينهاهم أحد. لكن المراد تفضيع هذا الأمر: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. قبح الله عز وجل صنيعهم هذا من وجهين: من وجه الشرع ومن وجه العقل. من وجه الشرع ومن وجه العقل. أين الدليل على تقبيحه شرعا؟ قوله عز وجل وأنتم تتلون الكتاب. وأين الدليل على تقبيحه عقلا؟ قوله جل وعلا أفلا تعقلون. وهذه الآية من كتاب الله لها نظيران. قول الله عز وجل عن العبد الصالح شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقول الله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.